وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا نشكرك ونحمدك ونحبك ونرضيك ونثق بك، اللهم زدنا من هذه الخيرات وبارك لنا فيها، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. الآن الأوان لكي أذكر ساقطا إزاء حق الله وقدر النبي عليه الصلاة والسلام، هو المنذر بن الحارث. تجرأ فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وتحدى الله من خلال حديثه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخبر أورده القرآن في أول سورة المعارج، والمعارج هي طرق يتخذها الملائكة حين النزول بأمر الله، ثم يصعدون إلى الله مناء بأخبار أهل الأرض من الإنس والجن أو الأراضين السبع. هذا إعلام من الله 50 سنة وهو مقدار ذلك اليوم المقصود هنا 50,000 سنة لما يعد. يعني يعرف شوف فكرة القرآن إزاء الزمان. الزمان أنت هو مرجعية، مرجعية فيها أسرار، فيها ديرتان أبد لميستان. المرجعية هي ما تكون إلا نازلة من القرآن العظيم، وكتابه ذكره الله في القرآن العظيم اللي مكتوب فيه كل ما قدره الله من خير وشر، من أول وآخر، من فعل وجزاء، من انتصار على الباطل وعلى المجر. هي مفيد. رب ماذا يقول في هذه السورة الكريمة؟ سأل السائل بعذاب واقع من جاء يسخط، يقول يسقط علينا قطعة من السماء. الخياب تحت أمرك يا كلاب، البرج يبين وبن علي وكلب القبة المنحوس اللي سبق في مصر ولهذا تو لكلهم وربنا وربي. وانت تدخل في المسلمين، اين الرب بتاعك؟ تبقى شيطان هذا اللي يحيلك من العمل هذا ويزينه لك، يقول لك ماذا يا اخي؟ انت الناطق بالحق وانت القاضي على الباطل. منين لكم؟ تاريخ الكل يبين انتم عكس ما تدعون، والخلافة قاعدين على اثركم بعد ما ربي سلط عليكم العذاب الوشتة. الكلاب هم احمق منكم، حالتهم يبان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي كونكم ماشيين للجنة. برغيبي اسمكم في الجنة، برغيبة هو قمة الهرم السلطان، يكون كان مرضي عنه. أبا لكن أمن بالله، لكن أمن بالله باللسان وكذب الإيمان بما صنعه أهل الظلام بما فيهم هو اللي فرق. قال منوع منوع في ثقافة قرآنية ولا جاهلية وإلا الطيل، مين منوع؟ قالت ربيت قريت لغة يدعي أهل وليمن لغة الأنوار، لغة هي ما كانت أنوارية حاملة لأنوار وظلام، وهي كل بناء آيات من الرحمن. صريح اختلاف لهجاتنا ولسنتنا وألواننا وطبايعنا وتواريخنا هي تشهد بعلو الرحمن على كل الأمور مكان وزمان. أنت تجي يا منذر بن الحارث وتحب خالف تعرف، وكل ما جاوز النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة إلا بعد ما أمثالك ولا أنت أوحيت ومشيتها في صف قريش الكلاب. وعلى عنا اليوم طابور كلاب مرقبيين واتباع بن علي، الطابور حتى الآن موجود في الدولة العميقة كما هو موجود في مصر واليمن وغيره. الطابور هذا لابد أن يقضى عليه، لأنه ربي إذا كان أعطاك مهلة مش وأنا مبارك لك، إذا كان أنت تو
وزير ولا رئيس ولا ملك ولا امير والله يفتن فيك بك سلطة وسع الصيت بتاعك رئيس دولة فلانية ملك دولة فلانية يا ولدي راهو تتمرد مش موزر امرد حكمت بالقرآن والله لا بل بعكس القرآن ولا حقيقة لو كنت حكم القرآن لو كان العدل في أمتك ولا كان النصر يأتي ألوان وأشكال من عند الرحمن والحكاية طويلة له إذا كان اليوم شعوبكم في الحلالية من التخلف على كل أصعب يعني العقيدة ضايعة الفكر ملوث مريض يتعطر يعني اللي بوتر يعني يكوع فنكم بالله العظيم في حاح شيطانية إلا ما رحمه ربنا الإنسان اللي يذكر ربي وما جده ولا يذكر صفات الرسول عليه السلام يذكر هم أهل الفن والذوق اليوم فيه نحن نغفلين ونباركه لأنه اليوم شو فهمكم لدوركم في هذا الجلود ربي خلقكم لتعبدوه فعبدتم الشيطان ثم خرجتم من ذلك افرازات فاسده يعني مسمي للابصار للاذان للعقول للاجسام لكل شيء شو الشيء الحديث على كون لا أمة إسلامية الآن لأنه اللي دب فيها اليوم الاستبداع الإسلام خوارب كله والوهن كله والنفاق كله والخيارات كل كل ألوانها وروائحها الكريهة ما هو الصورة الكريمة دي سأل سائل بعذاب الوقت يعني تو هم عذاب وقت أو كما ما تواجبوا تو تسمي ربي تحت أمرك ولا أمري أنا الله سيد هاي هاي كل شيء سيد يا مسعود السعد ربي وش انت تقوله هو قدر قبل ما يخلق الف لام فلان مش يصير هذا مع الله مع رسول الله الفلاني الفلاني عليه السلام وسيكون عقابه لم يتم ويسرع بذلك عقابك يقعد بلا تتحول به ركبان عبر التاريخ خبر يتنقل من جماعه الى جماعه ومن جيل الى جيل حتى يوم الناس جربت كل حاجه نفس النهايه العياذ بالله فاجعه كبرى على وجه الارض اما فاجعه اخرى مش تكون بعد ما ربي يمسحها ويرث الملك ولا ربنا مش موجود ولا شيء من الملك الا انه ملك هذا ما نفهموش احنا لكن عند ربي واضح جليل عند ربي واضح واعطاه لنا احنا في مخيلتنا والهمنا ان ننطق به وهذا من فضل الله علينا سأل السائل شوف السؤال طبعا انت يا قبيح يا منزوز يا منظر من الحال بخي فيك ولا في من مشابهك حتى بالعصر معنا وربع عصر العصر احنا على حالة بلا هذا يتسبب الدستور وضع الجسم الديمقراطية نسبتكم لا اساس العلم الصح دستور قران دستور اما ما سوى القران واختلف عليه حاجه قليله ليس بدستور لان المرجعيه ما تكون كان مرتضاه ربنا كمرجعيه طبعا عندي شويه اسئله ليك يا شيخ انتم في الاثام غارقين فيها كان دستور وكان سمى دستور هو قال ربي ومن ما يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون ما قراوش On n'avait jamais lu le Coran. Voilà ce que vous êtes, les salauds de vos musulmans. Ou les salauds des soi-disant savants des juifs et des chrétiens. Vous n'avez rien su. Donc vous êtes dans l'aveuglement le plus absolu parce que vous êtes sous le joug de Satan. Donc c'est vous, les menteurs, vous n'avez rien. Du savoir, vous les ignorants, vous n'avez aucune expertise, vous n'avez pas le droit de proférer des mensonges et de blasphémer parce que tout ce que vous allez faire va se retrouver contre vous. Ça, c'est sûr. C'est bien cela.
compagnie sont là pour témoigner que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est un essai de la même loi. Jusqu'à dire, là, les soldats. C'est exclusif. Le Kabri, ليس له دم فما حتى عم يشد كلكم ملا واحدة كلكم تحت سلطان الله كلكم شو يكسركم ربي حالكم يضعكم حتى بأجسامكم بعقولكم بذاكرتكم حافظتكم الخلاو جلا عليكم واحنا راضيين تو اللي قاعدين يعصر فينا شرق وغرب اللي راضيين لكن الله غالب عماكم ربي حتى ما تسموش تعرفوا احنا شو عرفنا فما بالكم لا ما عرفت بالله بكم وبنفاقكم وبفسادكم وبدعائكم الباطل انكم مصلحين وانتم اكبر مفسدين يا كلاب الديمقراطيه وكلاب الدستوريه هذا ما عندكم نص القران فما البريومبيل دوله دين والاسلام لغتها العربيه لك والله الجيزه صحيح ما بيقول لي اللي الاليت بتاعكم شكون هي مش تتكلم من فرنسا ولا تبرر البراتان يا اوكي سونس اوكي انتري ا نكسبتي و ا سويفر لا وا كي مونت اي نو مونت كو ليغارمو اي كومو شاتيمو كي وا اتر دوليسي با دو دلا سو ريبي اي سونس اوكي دو دير كيف لي ليس او جاتا دونك اوكي نو بو بونسي سو شاتيمو لا كي لي او زاكي اي كي prêt de vous surprendre et de vous écraser et de vous gâcher cette vie-là, qu'elle soit ici ou dans la vie ismique ou dans la vie de l'au-delà. Au salam, à la minute, à la minute.